فالحقيقة أنا قلت وأعلنت هنا دعمي الكامل لموقف الفنان الكبير هاني شاكر، بس احنا محتاجين نستمع منه أكثر إلى تفاصيل، لأنه في ناس كتيرة عندها أسئلة وفيها ناس كتيرة عندها علامات استفهام. فخلونا يعني نستمع معي الآن الفنان الكبير نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك يا أهلا محمد. أنا عايز أبدأ مع حضرتك الكلام بس من زاوية مختلفة، من حتة مختلفة. يعني امبارح أنت كنت حاضر افتتاح اللي هو في مدينة الثقافة والفنون طبعا. غرفة الموسيقى، في يعني أوركستر عالمي موجود، في موسيقار مايسترو عالمي موجود. تمام. إحساسك بصراحة يعني وأنت قاعد كده فكرت في إيه؟ شايف هذا الفن الراقي الرفيع وانت بتخوض معركة بهذا الشكل، يعني احساسك كان عامل ازاي؟ والله احساس متناقض. يعني انت موجود في مكان من اشيك واجمل وابهر من ناحية الابهار، الاماكن الغنائية الموسيقية، الاوبرا الجديدة اللي معمولة في العاصمة الادارية، وقدامك اوركسترا فيينا السيمفوني، ويعني الالتزام والمهارة والموسيقى اللي بترقى وتسمو بالإنسان، حتى يعني عايز أقول من غير كلام الموسيقى لوحدها ممتعة ومبهرة. بقيت أسرح في النص كده لبعض الفيديوهات اللي بتيجي في بالي واللي بشوف إنها موجودة أكتر على السوشيال ميديا، واللي للأسف الولاد الصغيرين فاهمين، أو ناس كتير يمكن مش بس الولاد الصغيرين، إن كل ما زاد عدد المشاهدات ده نجاح. لا، هو عدد المشاهدات ده نجاح لصاحب هذا العمل أو الفعل، اللي في الغالب بيبقى فيه شيء خارج، وبيبقى فيه شيء غير مألوف، وبيبقى فيه شيء غير محترم، عشان كده بتزيد عليه المشاهدات. يعني ده يعني مش كنت ده مش بتشعر نجاح. ده اللي أنت شعرت بيه، حالة طبعًا التناقض طبعًا دي. لا جدا 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 بشكل كبير، وحزن بقى على انه يعني ما دي مصر برضه يا استاذ. طبعا ما دي مصر طبعا، والتانيه مصر برضه، ودول ولادنا. لكن احنا ليه فنيا، انا مش بس بتكلم كمان موسيقيا والله، انا ليه فنيا احنا مش مهتمين بولادنا دول؟ يعني دول الذخيره البشريه اللي ان شاء الله تخلي البلد من احلى لاحلى ومن اجمل لاجمل. ليه عايزين يعني نبوظ عقولهم وودانهم بكل ما هو مسف ومخل؟ طب انا هسالك سؤال، لانه في بعض الناس يبدو ان هم حصل عندهم لبس، وهو دور النقاب. يعني هنا الناس يعني تصورت المساله انه لا، ده هو هنا هاني شاكر مش نقيب، ده عاوز يبقى رقيب، ده بيمنع في نقابه، وهذه النقابه ليها دور. يعني الأول وضح لنا إن النقابة، يعني إذا كان أنت عندك حق إنك تمنح ترخيص فطبيعي إنك طبعًا تمنع، فالنقابة بتنظم طبعًا الشغل ده إزاي؟ قانونًا طبقًا للائحة بتاعتها. قانونًا طبعًا ما ينفعش ممارسة مهنة بدون ترخيص. صحيح. زيها زي أي مهنة في الدنيا. هو أنا ينفع النهاردة أروح أبني عمارة أنا كهاني شاكر وأنا معيش شهادة بكالوريوس هندسة مثلًا؟ ينفع؟ واقول والله اصل انا بحب البنى. لا، ومحدش يتدخل. دي بحب البنى على وزن بحب الغنى، يعني بحب البنى. تمشي يعني. او اروح افتح اوضه العمليات واعمل عمليه لدكتور من غير ما يكون فيه ترخيص وشهاده. فنفس ما يسري على النقابات الاخرى بيسري علينا في مصر، وبيسري علينا في نقابه المهن الموسيقيه. فالجماعه دول لم يوفقوا اوضاعهم في النقابه، والنقابه ليس لها علاقه بيهم، وبالتالي كان لازم نبلغ الدور اللي بتقام فيها الافراح والحفلات والى اخره في كل مصر ان المجموعه دي ليس لها علاقه بالنقابه، وبالتالي مش من حقهم انهم يشتغلوا. احنا لما نعمل، لكن في اثنين ثلاثه منهم دخلوا يمكن امتحنوا وسقطوا. طب حلو قوي. يعني حضرتك هنا المنع، كلمة المنع بتمتد لإيه؟ مش بتمتد إنه إن هم يأدوا أو يغنوا بشكل مطلق، مش كده؟
طبعا لا، المانع ان انا ما اديلوش تصريح انه يطلع يغني على مسرح او يبقى متواجد في اعلان او يبقى متواجد في برنامج يغني او كده. بس ده المانع، لكن هو على قناته الخاصه يعمل اللي هو عايزه، لان احنا لحد النهارده ما لناش سلطه على اليوتيوب. يقدر يغني، يسافر بره، يعمل حفلاته بره في اي بلد عربي، هو حر، لكن احنا ما نقدرش. انت هنا حضرتك بتتكلم عن نطاق اختصاصك واختصاص النقابه. بالظبط كده، بالظبط فهنا كده. المنع، لانه الناس بتحول مساله انك قال لك عاوز يمنعهم من الغناء وعاوز يمنعهم، فهنا المنع من ان هم يغنوا في حفلات على مسرح في مصر. بالظبط كده، بالظبط كده، لانه طيب غير مصرح له بمزاوله المهنه، ما هوش عضو نقابه. طيب قبل ما اروح، هم ليه بقى النقابه قالت دول ما يغنوش فنيا يعني، او في التكنيك يعني؟ هسألك، طب لو في مكان، في فرح مثلا، في ايوه، جابوهم، النقابة تصرف ازاي؟ بيتعمل محضر، يعني بيتعمل محضر للمكان، بنبلغ شرطة السياحة، ومشكورة شرطة السياحة بتقوم بعملها على اكمل وجه، وبيبقى في تنبيه او حاجة. يعني انا ما اعرفش الاجراءات اللي هم يقدروا بيعملوها، لكن ممكن توصل الاجراءات دي لغلق المكان او لغلق غلق المكان. القاعة. فاهم قصدي ازاي؟ لانه بيشغل حد ليس مسموح له بمزاولة المهنة. بالضبط كده. طيب النقابة بقى فنيا، ايوه، الناس دي لما انتوا خدتوا قرار انه لا دول ما ينفعش يغنوا على مسرح، فنيا ليه؟ فنيا ليه؟ لان هم اساسا ما امتحنوش. وانا يعني انا نفسي ابعت لك فيديوين ثلاثة كده تشوف يعني هم يا ريت. بيغنوا ازاي حالا، والله حالا. تمام. يعني حبت للاعداد عند حضرتك فيديوين ثلاثه، وري الناس يعني ده، يعني اصل هو الغنى مش بالعافيه يا استاذ محمد. صحيح. يعني انا ما ينفعش ابقى اي مهنه ثانيه بالعافيه، ما ينفعش اسوق طياره بالعافيه، ما ينفعش اخش اعمل عمليات وافتح بطن مريض بالعافيه. فربنا مش مديك الموهبه، والناس اللي قاعده بتمتحنك دي ناس على اعلى مستوى، ملحنين محترمين، مؤلفين، مجلس نقابه محترم، بيمتحنك بيشوفك هل انت عندك الموهبه ولا لا. لو ما عندكش الموهبه هو مش بالعافيه، عشان المساله تبقى اكل عيش. لا لا، اكل العيش ممكن يكون في حاجات تانية كتير. طب وانت قبل ما تظهر عليك اعراض الغنى كنت بتعمل ايه؟ كنت عايش ازاي؟ بس ايه التعبير لطيف يعني، قبل ما تظهر عليك اعراض الغنى. اعراض الغنى دي. والله لازم ابعت لك فيديوين ثلاثه كده عشان الناس المحترمين اللي عند حضرتك في البرنامج يشوفوا احنا بنشوف ايه، لانه حقيقي المساله مش بالعافيه. طيب هسأل حضرتك على يعني على حاجه مهمه في هذا الاطار. بعض الناس خدوا على حضرتك ايه لما اتكلمت، و شعروا انك لا بتنحاز لنمط او لشكل على نمط تاني، يعني لما اتكلمت تحديدا على الراب وعلى مغني معين او مؤدي معين من المؤديين، فقالوا الله ده هنا بكلمتين، طب اشمعنى؟ انا عايزك توضح المساله دي. لا انا احب اوضحها طبعا، وبشكر حضرتك جدا على انك انت اتحت لي الفرصه. انا كان كلامي على شعبه الراب في العموم انه زي ما احنا متفهمين التطور اللي حاصل في الموسيقى في الفترة الأخيرة، وهو سريع جدا وكبير جدا، احنا متفاهمين، وعشان كده احنا اوريدي من زمان على فكرة عندنا شعبة راب في النقابة. فالولاد دول لما قدموا، اللي فيهم بينجح بياخد تصريح وبيشتغل. فيعني انا قصدت من كلامي ده ان احنا مش ضد اي حد بيقدم اي فن، الى جانب انه احنا برضو اشترطنا في النقابة على الولاد اللي نجحوا بيمضوا اقرار انه عدم التجاوز في اي كلام بيقوله او خروج عن العادات والتقاليد في كلامهم، لانه قد يكون في بعض الاحيان الراب شويه يبقى في كلام مفتوح اكتر، وكلام صحيح يبقى صحيح مش حلو قوي. فاحنا بالعكس بنحاول نضمهم لصفنا، ونحاول نفهمهم انه الفن رساله، ومش الشطاره ان انا اعمل حاجه فيها خروج عن المالوف وعن العادات والتقاليد. لا، خليك ملتزم. فهي جت كده ان انا قلت انه يعني، وبالمناسبه انا حتى ولادي، ابني ومراته، مش مراتي زي ما اتكتب، ابني ومراته راحوا الحفله الاخيره الويجز. انا بحسن نيه والله يا استاذ محمد، مش
يعني مش قصدي ان انا ابدي ده عن ده، لا. انت عندك شروط، كده عندك شروط ومعايير محدده بتطبقها على الجميع. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب اسالك في الاخر على الناس اللي واخده موقف ضد معارض، يعني او انه شايفه، اولا انا شايف انه في عدد كبير من الناس اللي واخده موقف ضد القرار هم مش فاهمين ابعاد القرار، يعني هم بيسوقوا انه لا في حاله منع وانه ما تمنعوش الناس والى اخره، فهم مش فاهمين ابعاد القرار. لكن انت بالظبط. برضو شايف المعترضين ازاي وتقول لهم ايه؟ يعني رسالتك ليهم ايه؟ والله انا رسالتي لهم بمنتهى البساطه والوضوح، انه كلمه المنع دي مش ان انا بحجر على موهبتهم او بحجر على موهبتهم اذا كان هناك موهبه، ولا بحجر على حريتهم الشخصيه. فاهم قصدي ازاي؟ لا، انا بنظم عمل نقابي قانوني، القانون اداني الحق ان انا اعمله. النهارده انا ما ينفعش اخلي اي حد يشتغل ويمارس مهنه الغنى ويطلع على مسرح يغني في افراحه وفي حفلاته وفي كده وهو معهوش تصريح من النقابه بممارسه المهنه. فلكن لا حذرنا حد ولا حذرنا على حد. انا كل سلطتي ان انا اقنن حته الظهور على المسرح، او اذا كان في اعلان، او اذا كان في مسلسل بيغني او كده، فقط لا غير. طب البعض بياخد مثلا يا فندم ايه، في بعض الـ يعني زي محمد رمضان مثلا، وده سؤال قبلك كتير اكيد، يعني ان محمد رمضان بيعمل حفلات وبيبقى موجود، هل هو معاه ترخيص من النقابه؟ والله محمد رمضان له وضع يعني خاص شويه، لان هو ازاي؟ عضو نقابه الممثلين وعضو نقابه السينمائيين، وبالتالي انا بيبقى فيه شويه حساسيه من انه احنا يعني نتعامل معاه بالرفض. زي ما انا مثلا يا استاذ محمد اروح لدكتور اشرف زكي واقول له انا عايز امثل، فاهم ازاي؟ عندي مسلسل وانا بغني، فهروح امثل فلازم اخد منه اذن، هيبقى صعب يقول لي لا ما تمثلش مثلا. تمام. لكن احنا يعني فعلا الفتره اللي فاتت كان هناك تعهد من محمد رمضان للنقابه بالالتزام بالملابس وبالحركات وبنوعيه الشو اللي بيقدمه. يعني انتوا جبتوه وكلمتوا معايا يا فندم؟ ايوه. ومضى هذا التعهد. وتاني حفله لم يلتزم، ومن ساعتها ما عملش حفلات تاني في مصر، عايز اقول لك يعني لظروف ما. لكن انا بطمنك النقابه مش هتسكت على الموضوع ده، على موضوع محمد رمضان ده. هيكون في اكيد ان شاء الله يعني قرار، لانه يعني احنا في النهايه عايزين نجمل الصوره بالنسبه للفن المصري. بس مش اكتر. طب هم في ناس مثلا يقولوا لحضرتك ايه، انه الولاد اللي هم اتمنعوا دول، طب ليه النقابه مثلا ما تجيبهمش؟ وانا عارف يعني انا عارف ايه تفاصيل الرد او حدوده يعني، بس انا حابب اسمعه من حضرتك. والنقابه تحتويهم وتعلمهم وتجيبهم وهو الى اخره. فايه رايك في الطرح ده؟ يعني في ناس قاعدين يقولوا لك، لانهم قاعدين يقول لك احنا ده لقمه عيشنا، واحنا مش عارف ايه، وبنجيب علاج منين، واحنا وهكذا. والنقابه ممكن تحتويهم وتعلمهم، هل ده كلام واقعي؟ والله شوف هقول لحضرتك، هو اتعمل فعلا مش لا. يعني ما حمو بيكا مثلا هو كان مقدم ورقه، هو اولا دخل الامتحان من فتره طويله وسقط. تمام. وبعدين حصلت المشكله اللي عملها قدام النقابه. أيوه. واخدنا عليه حكم سنتين حبس، وقبل تنفيذ الحكم اتنزلنا طبعا كلنا. أيوه. واخد بالك؟ لان انا ما يخلصنيش ان انا يعني اذيه بالشكل ده. وجبنا له مدرس قدم ورقه تاني. وجبنا له، انتوا جبتوا له مدرس؟ ايوه. وقلنا له من فضلك روح اقعد معاه، خليه يظبط مخارج الحروف والغنى والطبقات، يعلمك على الاقل ازاي بس تعرف تحط النوت صح وانت بتغنيها. تمام. ما راحش الا مره واحده. قال لك انا مش فاهم حاجه ومش عارف كده. راح مره واحده وزوغ. والله وزوغ. وعشان كده دخل الامتحان بعد كده وسقط تاني. يعني عمو بيكا سقط مرتين. بالظبط. في اسماء بقى برضو تاني انا احب من خلال برنامج اتفضل اقول لك انه يعني من الاسماء اللي كانت موجوده دي، في ناس قدمت ورق مزور اكتشفناه. وطبعا دول راحوا ما رجعوش تاني.
دي ورق مزور يعني بان هم حاصلين على شهادات او كده؟ ان هم حاصلين على شهادات بالظبط كده. اه وده اكتشفناه، لان اكيد اي ورق بيجي لنا ده في من الاسماء اللي هي اتمنعت دي. اه بالظبط. من ال 19 دول في ناس بالزبط. قدموا ورق مزور للنقابه. ايوه وفي ناس متهربه من الجيش، وده شرط من شروط انه ياخد الترخيص. انه ياخد بالظبط يعني مزورين ومتهربين من الخدمه العسكريه وجايين يقدموا. وفي واحد فيهم كمان بقى، خليني ازيدك من الشعر بيت. ايوه. كان عامل بروجرام على البرنامج على التليفون بتاعه بيتكلم بصوتي، يعني بتكلم. يعني بيبعت مسجات من 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 تليفونه من نمرتي انا. وكلم رئيس لجنه العمل اسمه ايه ده منصور هندي. وكلم المستشار علاء سلام. علاء عامر، وقال له الباشا بصوتي يعني. انا كنت مسافر على فكره بعد ما تعبت الفتره اللي فاتت دي، فقال له يا منصور مش هوصيك على فلان، خليه ينزل يشتغل في العيد. بصوتك انت يعني، بصوتك ومن رقمك. ايوه بنمرتي انا. منصور بيقول احنا رحنا شفنا، بفتح البتاع لقيت سياده النقيب. فبرد لقى صوتي، يا منصور خلي فلان الفلاني ينزل يشتغل في العيد عشان ما تقطعش عيشه لحد ما نرجع ونظبط الموضوع. والله العظيم هذا حصل. وراح نتكلم علاء سلامه، علاء عامر. ده انا لما قلت اول امبارح ان انت منعت تشكيل عصابي، انا ما كنتش بهزر بقى. لا يعني ناس بتتكلم بجد. ده مزورين ومتهرب. بتتكلم بجد. ايوه ما هو انت بتقول مزورين ورق مزور ومتهربين من الجيش. بص السذاجه بقى اللي حصلت بعد كده. بعدها بنص ساعه راح مكلمه هو بنفسه بقى بصوته. قال له الباشا كلم حضرتك وصاك على ان انا اشتغل في العيد. انا كنت قلت لهم لا، مش ما كلموني. قلت له طبعا مش انا. قالوا ده احنا هنوديك في 60 داهيه. يعني هنروح نقدم فيك بلاش. وفعلا قدمنا بلاغات. طيب في حاجه برضو اخير، يعني انت عارف احنا طالما اتكلمنا وانا بنتكلم على ارضيه واحده، يعني في بعض الناس شايفه انه في تعنت شويه مع شاكوش. زياده شويه. يعني قول لي برضو والله موقف منه. يعني هو في حاجه من الحاجات الفئات اللي انت صنفتها دي؟ لا بص، هو شاكوش مشكلته مشكله كبيره. انه عمل غلطه يعني لا يمكن تغتفر. لا يمكن ان انا اقف على مسرح اساعد الجمهور انه يغني ويشتم زميل ليا ويسب ويقول كلام خارج يعاقب عليه القانون، ده فعل فاضح في الطريق العام. وفي ناس رافعه عليه قضايا على فكره. واقول كلام ما ينفعش يتقال، ولا ينفع حضرتك تعرض الفيديو في البرنامج عندك. طبعًا للاسف طبعًا طبعًا للاسف الشديد طبعًا. وبعدين جاي برضه في اخر الفيديو بتهين يعني فئه من عازفين الايقاع المحترمين اخواتي واولادي في النقابه، وتقول ولادهم رقصات. بأمارة ايه يا استاذ؟ بأمارة ايه حضرتك بتحكم على الناس؟ وبأمارة ايه بتشتم في زميلك وانت على الملأ كده، وبتخلي الجمهور يغني وراك رضا يا رضا؟ ايه ده؟ احنا فين؟ والله لو غابه ما يحصل فيها ده. صحيح. لا، دي غلطه لا تغتفر. صحيح. يعني وبعدين عايز اقول لك هذا القرار والله مش قراري لوحدي يا استاذ. لا، ده قرار المجلس كله، لانه ما ارتكب من جرم وجريمه ما ينفعش انا اقتل واحد واقول انا ما كانش قصدي. لا صحيح. انت قتلت الفن يوميها يا شاكوش. انت قتلت الفن والغنى يا شاكوش يوميها. بالنسبه لك. صحيح. ربنا اداك نعمه ما حافظتش عليها. بس لا انا معاك، وانا واجدد كمان انه دعمي لموقفك، لانه انت يعني طول الوقت بتنتصر للفن الحقيقي والبلد دي بتقدمه، واحنا مش عايزين نفرط يعني في البلد دي، لانه احيانا تحت دعوه الحريه ناس طبعاً. يقول لك لا الناس تعمل اللي هي عايزاه. لا طبعا، فانا بشكرك طبعاً. على موقفك ودائمي الدعم. انا اللي بشكر حضرتك يا شكرا جدا الفنان هاني شاكر في هذا الموقف.